كنتواجدوا هذا النهار لو 6 مارس بمناسبه اليوم العالمي للمراه بواحد لو سونتر جديد ان شاء الله مركز الضحى البركه 2. هنا ان شاء الله غندشن واحد لاتوليي دو فورماسيون دو كوزين اي باتيسري ايكيبي بار ام ان 10. هاد الورشه غتساهم في تقويه قدرات النساء ديال هذا الحي اللي كيعانيو من هشاشه ويعطيهم واحد الفرصه جديده ان شاء الله باش يولجوا لسوق الشغل. عندنا دابا مسجلين 27 مستفيده. هذا الحي هذا هو حي جن يعني الساكنه ديالو كعارفين الضحى ساكنه شويه عندها يعني شباب اغلبيه شباب اذا محتاجه مثل هذه المبادرات. تكوين سنه دراسيه سي موا سيت موا في الاخر كيدوزوا ان اكزامان وكياخذوا ان ديبلوم ديال التكوين المهني اللي عندنا مع الشراكه. وهاد الدبلوم هذا كيخول لهم انهم يخدموا في بنادريات اللي هما دو رونومي بحال ليتاليان كانيستا يعني هادو كاملين عندنا معاهم شراكات والحمد لله كينجحوا انهم يخدموا فاسيلمون. التخصص ديالي الطبخ والحلويات. انا دابا جيت فرحانه بزاف بهذه الشراكه اللي عملناها مع امانديس. بصراحه عاونتنا بزاف وعاونت الجمعيه، شرينا المكونات، شرينا بزاف ديال الماتيريال اللي ما يمكنناش نخدموا في الورشه بلا ما يكونوا هما. وصراحه فرصه سعيده هذه لانهم كانوا معنا في هذا النهار هذا وزارونا وشافوا الورشه ديالنا ديال الطبخ والحلويات اللي تخرجوا منها بزاف ديال الناس كيكونوا معنا. المستفيدات عندنا تبارك الله كيتعلموا بزاف ديال انواع الحلويات لا العربيه ولا الحلوى الاوروبيه. عندنا الباتيسري، عندنا الطرطات، عندنا لي غاتو سواغي، عندنا الطبخ فيه الطيب ديالنا المغربي كامل بساطل كل شيء، عندنا الديسير العصير. هادو جميع الحوايج اللي كيتعلموا في الورشه ديالنا ديال الطبخ والحلويات. مركز يلاه تاسس يلاه هذا العام هذا هو واحد هيبه من عند الولايه ديال طنجه عطاتو لنا. قمنا بالاصلاح ديالو والتجهيزات ديالو، التجهيزات ديالو كانت عباره عن غوسيكلاج ديال بعض المواد اللي كانت عندنا في المراكز الاخرى. والقاعه ديال الطبخ والحلويات تم التجهيز لها من طرف امانديس. الورشات اللي كاينه داخل المركز كاينه الطبخ والحلويات، كاينه التجميل الحلاقه والتجميل، كاينه التعليم الاولي بالنسبه للاطفال المستفيدين ديال النساء المستفيدات من الورشات ملي كيجيو كيخليو الوليدات ديالهم باش حتى كيساليو كيديوهم. هذا المركز تاسس في اطار يعني التنميه ديال النساء في وضعيه هشه من اجل تقويه القدرات ديالهم. كياخذوا شواهد ومن اجل هاد الشواهد كنعاونوهم باش يديروا واحد الانشطه مديره الدخل من اجل التنميه المستدامه اللي كيحث عليها صاحب الجلاله ناصر الله.